بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدنا الكريم. الليلة حنمشي لحي من أحياء أم درمان، حي عريق قديم، حي يعتبر روضة من رياض أم درمان، حي مليء بالزهور والورود الآدمية، حي ملهم للشعراء والفنانين. نحن الليلة إن شاء الله في حي المسالمة. والمسالمة مجرد ما تيجي ذكر المسالمة بيجي الذكر كثير من الشعراء والفنانين من زمن الحقيبة ولغاية الفن الحديث. مصباح الظلام ربنا معليه، زايد في الكمال نور الجمال جاليه، لي في المسالمة غزال لو شاف الغزال على نفرته يواليه، وان شاف القمر انواره تخجليه، لي في المسالمة غزال. ده عبد الرحمن الريح وغيره كثير من الشعراء اللي قالوا في بنات المسالمة. المسالمة من أقدم أحياء أم درمان، يحد من الناحية الشمالية مقابر البكري، من الناحية الجنوبية يحد سوق أم درمان، من الناحية الغربية بيحد شارع الشنقيطي، من الناحية الشرقية بيحد شارع كريري. في زمن الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي رسل رجاله للحتة دي عشان يطلب من أهله موية. مشوا الرجال وجابوا الموية، لما جوا للخليفة قالوا له والله الناس دي الناس مسالمين مسالمين، خلاص بقت بداية الاسم المسالمة. وفي برضو تبرير آخر للإسم يقال أنه معظم سكان حي المسالمة من اليهود ومن النصارى، لكن بعد ذاك أجبروا على الإسلام فسموا بالمسالمة. المسالمة يعتبر حي فيه كثير من المعالم، وتعتبر الجوامع والكنائس والمدارس القديمة من أبرز المعالم الموجودة في حي المسالمة، ومنها مثلا مدارس كامبوني والكلية القبطية ومدارس التوفيق ومدارس التقدم، ومدارس التقدم دي فيما بعد حولت لمدارس سان جورج. من المساجد فيه مساجد كثيرة جدا، فيه مسجد البرقدار ومساجد مسجد أو جامع عبد الغفار ومسجد عبد العزيز ومسجد فضل المولى ومسجد علي أحمد. ويوجد بالحيدة أكبر وأقدم كنيسة بالسودان، وهي الكنيسة الكاثوليكية.
المسيحيين في مقولة مشهورة أو طريفة، قالوا المسيحيين بعد ما أسلموا غصبا، الواحد لما يجي مر بالكنيسة دي بعائل للكنيسة دي يقول لها كنيسة الرب، في القلب في القلب. فبقت مقولة طريفة يعني تداول أهالي أم درمان. وبرضو في تاني ثلاثة كنائس في هذا الحي إلى جانب الكنيسة الكبيرة، وتوجد في الحي ده دار راهبات الكنيسة الكاثوليكية، والدار دي بتضم مدارس الراهبات الكاثوليكية ومدارس القسيس كامبوني. في الشارع الغربي لحي المسالمة بتوجد بيوت ناس مشاهير جدا في هذا الحي، منهم صديق عيسى بيجاوروا طوالي وسط صالح، ومنزل أبو مرين، وعباس صبير، وجورج مشرقي، وكثير من الناس. الناس دي كانوا هم سكان المسالمة القدام، وبرضو من أشهر سكان الحي التجاني يوسف بشير، الشاعر التجاني يوسف بشير، وبرضو شاعر سيد عبد العزيز كان من سكان الحي ده، وبرضو من الشعراء اللي يعني ألهمتهم المسالمة بكثير من الأغاني. ويقال أنه الأغنية بتاعت حاول يخفي نفسه، حاول يخفي نفسه هل يخفي القمر في سماه، دي قالها برضو في واحدة من بنات حي المسالمة. ويقال أنه تزوج سيد عبد العزيز من البيت اللي عمل فيها القصيدة ذاتها. برضو الصاغة كانوا يسكنوا في حي المسالمة، وزي ما قلنا قبل شوية أنه فتيات الحي ده من القبطيات الجميلات، كانوا مصدر فعلا لإلهام الشعراء والفنانين. سيد عبد العزيز كتب بالتنين اللي غناها أحمد المصطفى، كما يعني الأغنية اللي أنا قلتها في الأول كتبها شاعرنا عبد الرحمن الريح برضو في واحدة من بنات المسالمة، وكثير الشعراء الذين كتبوا في بنات المسالمة. ظبية المسالمة، ظبية المسالمة دي يقال أنها كتبت في واحدة من بنات الحي اسمها عزيزة آدم منديل، وأسرة آدم منديل دي أسرة يهودية في الأصل، لكن أسلمت بعد ذاك. جدهم داود منديل ده كان تاجر بيجي من المغرب العربي، الجزائر والمغرب، وكان تاجر بتاجر في الحرير وفي الماز وكده. بعد ما أسلمت الأسرة دي بقت أسرة صالحة جدا جدا، وبنوا خلاوي، وكانوا بيقدموا هدايا للمسلمين في المناسبات، في الأعياد، في رمضان. وناس اندمجوا فعلا في المجتمع السوداني وصاروا سودانيين لحما ودما. ومن الشخصيات المهمة برضو في حي المسالمة شيخ الهدية، شيخ جماعة أنصار السنة في السودان. في حي المسالمة تأسس نادي المسالمة سنة 1908، وفي سنة 1928 تحول من المسالمة لنادي المريخ. فكان حي المسالمة واحد من الأحياء اللي أنجبت أحد قطبي الكرة السودانية. هذا معنا لنا عن حي المسالمة، وإن شاء الله نلتقي مع حي آخر من أحياء عاصمتنا الجميلة، وإلى اللقاء.